أهلا بكم أعزائي المشاهدين في ليلة مقاتل. ليلتنا اليوم راح تكون في الفوج الأول لواء 38 بقيادة فرقة المشاة العاشرة، فكونوا معنا. الآن عندكم دورية مو؟ نعم سيدي. واجب ليلي. واجب ليلي. نعم سيدي. الواجب الليلي قبل لا تطلع يعني شنو يكون يعني الإيجاز؟ سيدي هو يكون عنده فكرة على المكان اللي راح نتوجه له. نعم. من قبل السيد الآمر. نعم. آمر القوة. نعم. ونعمل ونطلع إن شاء الله يعني نعمل بروح الفريق الواحد. نعم. أي وكل من يعني ضمن اختصاصه، أبو الجنر على المكان مالته، إحنا الأعداد. كل شخص يعني يعرف عمله يعني بدقة. نعم. هذا كان يعني شرح مفصل قبل الواجب صحيح؟ طبعا سيدي. نعم. هو ناخذ قلت لك الأمر من السيد الأمر أمر القوة، ونعرف المكان اللي متوجهين له رايحين له والواجب اللي علينا ونتوجه. اليوم على وزارة الدفاع زاريكم ليتعرف على الروح المعنوية اللي يمتاز بها المقاتلين في الواجبات الليلية. يعني واجباتكم، طبيعة واجباتكم في هاي المنطقة الصحراوية، شلون صار عندكم خبرة عالية في هذا؟ واجبات ليلية مستمرة. نعم. زائدا للكمائن. نعم. دوريات داخل المنطقة والمناطق الصحراوية. نعم. هاي مستمرين ليليا إضافة إلى الدوريات النهارية. بالنسبة للروح المعنوية، صراحة الروح المعنوية للمقاتلين جيدة ويوم عن يوم بالتزايد. شلون يعني قدرت أو شيء المؤشر اللي عرفت بأن الروح المعنوية للمقاتلين عالية؟ بالممارسة. نعم. بأثناء الواجب. نعم. بحيث المقاتلين يسابقون، أنا يسابقون بالواجب، أي واجب نتكلم به بنشوف أول المقاتلين الصاعدين بالعجلات متهيئين للواجب. مهم جدا أعزائي المشاهدين أن يعني نتعرف على أفكار المقاتلين، وبالإضافة إلى الواجبات الليلية نتعرف على أفكارهم ونعرف كيف يعني يعيشون في هذه المؤسسة، كيف يعيشون في هذه البيئة العسكرية الصعبة وفي ظروف يعني مختلفة. حيث نلتقي بأحد المقاتلين. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله. شلون الصحة؟ الله يحفظك ويسلمك. يوم إحنا زاريكم من إعلام وزارة. حياكم الله. أهلا وسهلا بكم. يعني شلون تعملون بهذا المكان؟ ان شاء الله نعمل بيد واحده وكاخوه وكعائله. نعم. نعم. وروح الفريق الواحد. وروح الفريق الواحد. نعم. نعم. ليش تعملون كيعني فريق واحد سيدي؟ لان احنا اخوه، احنا دائما اخوه، ومن نشوف الناس اللي حاولنا مأمنين احنا من يمنا نفرح. نعم. من يمنا نفرح. نعم. وعندنا امر سرية اخلاقه جيد جدا، وعندنا امر فوج علمنا ان شاء الله، واحنا ماخذين اصل من امر فوج مالتنا. نعم. ان شاء الله. واحنا من نشوفهم والله كاننا ما قاعد هساني ببيت اهلي. اي احنا، واني احب الجيش ان شاء الله. بارك الله بك. الله يسلمك سيد. الله يحفظك. يعني طبيعه هذا المكان طبيعه صحراويه، شلون قدرتوا يعني تعملون بهذا المكان وتسيطرون عليه؟ الحمد لله سيدي، الحمد لله وشكر. احنا كفريق واحد. نعم. واخوه عايشين. نعم. والحمد لله وشكر مأمنين على المنطقه، واذا صار حادث امر سريا بلغه امر فوج، والحمد لله وشكر سيدي. الوضع كله زين مأمنين. بارك الله بك. بالنسبة يعني الآن شائعات مغرضة يعني تمس بالمؤسسة العسكرية، كيف تتعاملون وياها يعني؟ سيدي احنا ما نهتم للشائعات المغرضة. نعم. احنا سيدي أهم شيء واجبنا هنا. نعم. ما لنا شاء الله بالإشاعات المغرضة أو شيء، لأن احنا جايين ندافع عن الوطن. نعم. من خلال تقربك من المنتسب. نعم. أو المقاتل، ويعني تشوف احتياجاته طلباته، تستمع له، ودائما تخليه يعرف مبادئ والقيم العسكرية، وتعرفه بالمهنة اللي هو يمتهنها. نعم. تعتبر المهنة العسكرية مهنة مهمة ومهنة شرف. نعم. وكل شخص لديه مهنة
انه لازم يعتز بهاي المهنه مالته. بعد انتهاء عمليات التحرير نعم. انتقلت اغلب القطاعات العسكريه لمسك المناطق الصحراويه والشريط الحدودي نعم. ولا مال المناطق الصحراويه من اهميه تعبويه واداريه من خلال السيطره على المناطق الصحراويه بالدوريات والكمائن والتاكيد على الانذار الصباحي والمسائي. نعم بالنسبه للمناطق الصحراويه مناطق كبيره يعني شلون قدرتوا تسيطرون عليها؟ شنو يعني كيف صار حركتكم في هذا المكان؟ نسيطر عليها من خلال الدوريات المستمره والكمائن اضافه الى الكاميرات الحراريه الليليه والنهاريه والاسلحه السانده والنواظير الليليه. ادامه الروح المعنويه عنصر مهم للمقاتل. المقاتل سواء كان بالصحراء اللي هي لها اهميه خاصه او في باقي المناطق. انتهت جولتنا الليليه اعزائي المشاهدين في هذا المكان الخط الاستراتيجي للصحراء الرمادي. كنت معكم لإعلام وزارة الدفاع على قيد محمد الطائي.